باهي أصدقائي، باش نحكيو على مجموعة من الميثود اللي تعاملوا ميثودز اللي تعاملوا مع الأري. باهي، قبل ما نتعدى نحكي على المجموعة من الميثودز هذوما اللي تعاملوا مع الأري، نحب نشوف نقطة، نوريكم نقطة مهمة. باهي، قلنا الفانكشن هذه ما عبارة على أري تاخو فانكشن وقوموا باتباع متاعها، نعملوا كونسول دوت لوج أري دوت فانكشن، من بعد نعمل الاندكس نتاعها، مثلا اللي هو الاندكس نتاعها واحد الفانكشن هذه، ومن بعد باش نحب نقوم باتباع نتاعها نعمل لوك الاقواس هذيك رولود البيج، وكما تشوف يطلع لي وين ويلكم تو وينو بابا. يقول القائل احنا تعلمنا قبل حتى نجم نمرر لها بارامتر الفانكشن هذه، كيف كيف نجم تمرر لها؟ ما فما حتى مشكل، باش نمرر لها بارامتر مثلا 5 و6، مرر لها بارامتر هي 5 و6، نجي هنا نعمل اكس واي، يعني ما فما حتى مشكل، او بستعمل انا الباك تريكس باش نجم نعدي فاريابل من داخل. ها فما حتى مشكل، نجم تمرر بارامتر كيما تحب انت اكس، وباش نمرر الفاريابل الثاني اللي هو الواي. اوكي كنترول اس، ونجي نشوفوا مع بعضنا رودو البيج ويلكم تو وينو بابا 5 6، واضح تمرر بارامتر كيما تحب انت، وتنجم تمرر لها حتى فانكشن في وسطها، وتنجم تمرر اوبجكت في وسطها، ما فما حتى مشكل. اوكي باهي، هذه الطريقة الأولانية حبيت نوريها لكم الحاجة دي. باهي، خلينا نرجع الكتابة متاعنا كما كانت قبل. باهي، قبل ما كيف كيف زاد قبل ما نتعدوا الميثودز هذوما، نحبوا نحكيو ميوتابل ولا اميوتابل. الري ميوتابل ولا اميوتابل، كما قلنا ميوتابل اور اميوتابل هو مش معناه انه قادرين انه نغيروا في اندكس معين ولا. باهي، احنا شفنا مع سترينج ومع النمبر انه قلنا اميوتابل، ما تنجمش تغير في اندكس بتاع اي اليمنت هكا ولا. بالنسبه للاري قادر تغير في اندكس كما تحب انت، مثلا او باش نحب نغير في حسام هذا. اوكي ما عليه الا نعمل اري سترينج 0 ايكوال مثلا كمال كونسول دوت لوج، ونطبع على روحي الاري سترينج وشوفوا كيفاش باش تغير ردود البيج. كما تشوف انا تغير ملي كان اسمه حسام تغير اسمه كمال، دلالة على انه اللي الاري هي ميوتابل، تتسمى ميوتابل انك قادر تغير في اي اليمنت من داخل. اوكي عكس السترينج والنمبر ماكش قادر انك تغير في اي اليمنت من داخل. به تو باش نشوفوا الميثود هذوما كليك باش تعرفوا عليهم، البوش والبوب والشيفت والانشيفت. اوكي به خليو الاري واحده بركه، هنقوم بحذفهم هذا كليك، خلينا نشتغلوا على الاري هذه. اوكي به بالنسبة أول واحدة بوش، بوش هي شنو؟ بوش أنه تضيف لك إليمنت أدز، أو عطي حتى كاتب الديسكريبشن تاع كل ميثود شنو تعمل لنا. أدز أيتيمز تو ذا أند، زد لنا أي إليمنت، نجم تعمل تضيف أي إليمنت أيتيمز من داخل وكل شيء في وسط الكوليكشن هذيك، لكن تضيفهم لنا كل في الآخر، واضح؟ دوت بوش. هاو باش نضيف لهنا، كيما تشوف لهنا يقول لك تنجم تضيف كيما تحب انت، مثلا باش نضيف شنو عندي انا، ما عرفش شنو باش نضيف، والله نمرو تليفون مثلا، نضيف حاجة أخرى ديفلوبر مثلا. اوكي ومن بعد نعمل كونسول دوت لوج لك الاراي سترينج بتاعنا، كنترول اس رولود البيج كما تشوفوا هاكم يضيفنا لهنا. اوكي ضفنا نمرو الهاتف نتاعنا وضفنا كلمه ديفلوبر. اوكي بالنسبه للانشيفت هي شنو؟ كيف البوش لكن شنو ضيفنا في الاول، ضيفنا في اول الري نتاعنا، في اول الري من هنا بالضبط، او رولود البيج ونشوفوا مع بعضنا كما تشوفوا يضيفهم لنا في اول الري من الاول، واضح عكس البوش. باهي البوب هذي شنو تعمل لنا؟ هذي تنجم تجيب لك الاليمنت هذاك، تنجم تجيب لك الاليمنت كيف كيف، تجيب لك اول اليمنت، تجيب لك اول اليمنت اخر اليمنت عفوا عكس الشيفت، تجيب لك اخر اليمنت، ولا تنجم تعمل لك ريموف لك الاليمنت هذاك. ايش نشوفوا مع بعضنا كونسول دوت لوج اري سترينج دوت بوب، ونشوفوا مع بعضنا كنترول اس ردود البيج كما تشوف اتاك وينو بابا www.winopapa.com، جابهولك اخر اليمنت هذاك قام بالطباعة متاعو، لكن كي تجي تعمل كونسول دوت لوج مرة أخرى لك الأري سترينج متاعنا، تو تلقى الاليمنت هذاك تم حذفه. اوكي يعني انت كي تعمل دوت بوب يجيب لك الاليمنت هذاك
وكيف كيف بعد كي جي تطبع، بعد كي جي تطبع الاري من جديد باش تلقى الالمنت هذاك اللي هو تحذف. اوكي ايش نشوف مع بعضنا ردود البيج كما تشوف، او تم حذفه ولا حسام بجاوي تونيزيا كهو تنحى وينو بابا دوت كوم. اوكي بالنسبة للشيفت كيف كيف نفسه هي بيد هذه، لكن ياخو اول element، ياخو اول element وينو شيفت شيفت رولود البيج ايش نعمل رويود كما تشوف يجيب لك اول element. كيف كيف من بعد ما تطبع الريم بتاعك من جديد كونسول دوت لوك شو اسمها هي الري سترينج رولود البيج كيف ما تشوفوا خلاك بجاوي وتونيزيا و www.winopapa.com قام بحذفه حسام هذاك. اوكي هذا بالنسبة للأربع ميثود هذوما كيفاش نتعاملوا معاهم، هذوما نستعملوهم ياسر مع الأري. كيف كيف زاد نحب نطبع الطول متاع الأري شنو نعمل؟ نعمل array string dot length dot length length هذيك تعطينا الطول متاع الأري. رولود البيج كيما تشوف يعطيك الطول متاعها اللي هي أربعة، واضح؟ ونستخدموها ياسر هذه اللانث خاصة كي نجيو نعملو لوب على الأري متاعنا. أوكي وفما مجموعة كبيرة أخرى مازالو من الفانكشن، خلينا نشوف الوقت باهي نتقابلو في فيديو آخر خلينا نكمل نحكي على الميثود الأخرين، خلينا نكمل نجيبو ونكتبهم لهنا. أوكي فما مجموعة من الميثودز أخرين تعاملو مع الأري. يلا إلى اللقاء، نتقابلو الفيديو القادم.